طيب، تاني حاجة هنتكلم عليها هو المين تيرمز والماكس تيرمز. بس خلينا نبدأ الأول نعرف إيه هما، يعني إيه مين تيرمز، وبعدين هنتكلم عن الماكس تيرمز. طيب المين تيرمز هو عبارة عن اند تيرم. يعني إيه اند تيرم؟ خلينا بس نقول الديفينيشن وبعد كده نبدأ نتكلم فيه بالتفصيل. اند تيرم في every variable is represented by a direct form or a true form or the complemented form. يعني إيه؟ يعني هو اند تيرم. يعني إيه اند تيرم؟ يعني كل الانبوت فاريبل بتوعي جوه الترم دول، جوه الترم ده اللي هو اسمه مينيمم ترم او المين ترم، معمل لهم اند. فده معناه انه اند ترم. يعني لو عندي انبوت عباره عن A and B فعايز اجيب المين ترم بتاعه، فكاني بعمل اند اوبريشن لل الفاريبل بتوعي اللي هم الاي والبي. بس الفاريبلز دي لازم تبقى موجوده يا اما التو فاليو بتاعتها، يا اما A نفسها او B نفسها، يا اما الكومبلمنت فاليو بتاعتها اللي هي يا اما a داش اند b داش. فالمين تيرم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اند تيرم في كل الفاريبل موجوده يا اما بالتو فاليو بتاعتها او بالكومبلمنت فاليو بتاعتها. طيب ساعات برضو بنسمي المين تيرم ده as a product، بنسميه product. ليه product؟ لانه لوجيك اند لوجيك اوبريشن. المين تيرم ده هو عباره عن اند لوجيك اوبريشن، واحنا قلنا الاند دي هي عباره عن مالتيبيكيشن او البرودكت بتمثلها بالدوت. فساعات بنسمي المين تيرم ده، ساعات بنسميه برودكت. ممكن اقول لك هات لي المين تيرمز او هات لي البرودكتس، فده معناه ان انت هتجيب لي برضو المين تيرمز. خد بالك من حاجه، دلوقتي عندي فاريبل A او فاريبل B او فاريبل C. الفاريبل ده يا اما بياخد 0 او 1، صح؟ طيب لو هو بياخد المين تيرمز، بتفترض انه لوجيك 0 او الفاليو رقم 0 دي، فده معناه ان انا بمثل الاي ده از اي بار او اي داش او نيجاتيف اي. فالمين تيرمز دي بتاسيوم اللوجيك 0 از كومبلمنت فورم اوف ذا فاريبل، بتمثله كانه الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل. وبتاسيوم اللوجيك 1 اللي هو الدايركت فورم بتاع الفاريبل اللي هو اي او بي او سي. بالنسبه للمين تيرمز، الدايركت فورم ده معناه لوجيك 1. يعني قلت لك لو شفت رقم واحد، لو شفت فاريبل واخد رقم واحد، فده معناه ان انا بمثل الفاريبل ده زي ما هو. يعني لو a equal 1 فده معناه ان ال a هو عباره عن a. لكن لو قلت ان لو لقيت ال a equal 0، يعني لو لقيت ان الفاريبل واخد لوجيك 0، فالمين تيرمز بيشوفها كانها النيجاتيف الفاليو دي او الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل ده. الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل ده يعني ايه؟ يعني كاني لو قلت a بتساوي 0، فبالنسبه للمين تيرمز ال A دي مش A، ال A دي عبارة عن A داش أو A بار negative value. طيب خلينا نشوف example عشان نفهم أكتر يعني إيه المين تيرمز ده. لو قلت لك عندي ثلاثة variables زي دول، ال X وال Y وال Z. دول ثلاثة variables ودول كل ال possible combination بتوع ال variable ده، تمام؟ وقلت لك هات لي المين تيرمز بتاع ال all possible combination ده. طب خد بالك بقى من حاجة، قلت لك دلوقتي انه المين تيرمز بتفترض الزيرو او اللوجيك زيرو هو عباره عن الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل. يعني الزيرو ده عباره عن الاكس بار او الاكس داش، والواي ده عباره عن واي داش، والزد عباره عن زد داش او زد بار. بس الواحد هو عباره عن الترو فاليو او الترو فورم بتاع الفاليو، يعني بتاع الفاريبل. الترو الواحد ده عباره عن ايه؟ الواحد ده عباره عن الترو فورم بتاع الفاريبل. يعني الواحد ده عباره عن الزد، لكن عايز اجيب الزد داش هو عباره عن زيرو. فلو قلت لك ايه المين تيرمز بتاع كل البوس والكومبينيشن دي، فهتقول لي ان احنا اتفقنا على حاجه، ان المين تيرمز هي عباره عن ايه؟ عباره عن اند تيرمز. يعني هعمل اند لكل الفاريبلز دي مع بعض. يعني المين تيرمز احنا اتفقنا اهو في الديفينيشن هو عباره عن اند تيرمز. اند تيرمز يعني ايه؟ اند تيرمز متمثله فيها كل الفاريبل يا اما بالتو فاليو بتاعها او بالكومبلمنت فاليو او النيجاتيف فاليو بتاعها. طب لو قلت لك هات لي المين تيرمز بتاع التلات ارقام دول، هتقول لي عباره عن ايه؟ في اول رو دلوقتي احنا قلنا ان الاكس الزيرو ده عباره عن ايه؟ اكس بار او اكس داش. فاول فورم هيبقى عندي ايه؟ هيبقى عندي حاجه زي كده اكس داش او اكس بار. خلينا نتفق على ان دي معناها النيجاتيف. الساين دي يا اما اكتب بار فوق كده، يا اما اكتب بار فوق، يا اما اكتب علامه زي دي. فالاثنين دول معناهم ان ده النيجاتيف، ده معناهم نيجاتيف بتاع الاكس او نيجاتيف بتاع الواي او نيجاتيف بتاع الزد. فيا اما اعمل حاجه كده، اعمل زي بار كده فوق الحرف، فده برضو معناها نيجاتيف. فهنا فدي ايه؟ نيجاتيف اكس معمول لها اند مع نيجاتيف واي،
معمول لها اند مع نيجاتيف زد. فده المين تيرمز بتاع اول رو، فده المين تيرمز بتاع اول رو. طب لو قلت لك هات لي المين تيرمز بتاع تاني رو، عباره عن ايه؟ عباره عن نيجاتيف اكس اللي هي اكس بار، معمول لها اند مع النيجاتيف واي اهي، معمول لها اند مع الزد، مش نيجاتيف زد، خد بالك مع الزد، لان الواحد هنا بالنسبه للمين تيرمز هو عباره عن الترو فاليو من غير نيجاتيف ولا اي حاجه. فبقت ايه؟ اكس داش واي داش معمول لها اند مع واي داش، معمول لها اند مع الزد. طيب لو عايز اجيب المين تيرم بتاع ده عباره عن ايه؟ اكس داش صح؟ بعدين واي، لان الواي دي بواحد فبحط الواي زي ما هو، معمول لها اند مع الواي، معمول لها اند مع الزد داش او النيجاتيف زد. بحاجه كده اكس داش اند واي اند زد داش او زد بار او النيجاتيف زد. طب تالت رابع رو عباره عن ايه؟ تاني اكس داش صح، وبعد كده ايه؟ واي معمول لها اند مع الواي، معمول لها اند مع الزد. فاكس داش معمول لها اند مع الواي، معمول لها اند مع الزد. الرو اللي بعده دي الاكس على طول من غير اي داش، لان دي الترو فاليو. الترو فاليو اول ما اشوف واحد فده معناه ان انا بمثل الرقم از ا ترو فاليو، لو شوف زيرو ده معناه ان الرقم هيبقى كومبلمنت بتاعه. فالواحد هنا معناه اكس اند الكومبلمنت بتاع الواي او الواي داش اند الكومبلمنت بتاع الزد او الزد داش. فاكس واي اند واي كومبلمنت زد كومبلمنت. اللي بعدها اكس عادي الترو فاليو الكومبلمنت اند الكومبلمنت بتاع الواي اهو اند الكومبلمنت بتاع الزد. هنا الترو فاليو بتاعت الاكس الترو فاليو اند الترو فاليو بتاعت الواي اند الكومبلمنت فاليو بتاعت الزد. واخر حاجه خالص لان كلهم واحد فيبقى اكس اند واي اند زد. فدول فلو قلت لك عندك ثلاثه فاريبل اكس اند واي اند زد، قلت لك هات لي المين تيرمز بتاعهم، كل البوسيبل مين تيرمز بتاعتهم هم دول، هم الكولوم ده. عندي 8 عندي 3 فاريبل، فعندي 8 روز، فعندي 8 بوسيبل مين تيرمز. وقلنا المين تيرمز دول هم عباره عن ايه؟ هم عباره عن اند تيرمز، هو عباره عن اند تيرمز بحط فيهم كل الفاريبلز بتوعي. لو عندك 3 فاريبل فانت بتحط في الاند تيرمز دول 3 فاريبل، بحيث انك انت تضرب الفاريبلز دول مع بعض. هو عبارة عن and terms في كل ال variables بتوعي موجودين يا إما بالصورة العادية اللي هي ال A أو ال B أو C، أو بالصورة ال complement بتاعتهم اللي هي ال negative A أو negative B أو negative C. فده هو ال A ال min terms. وقلنا ال min terms ده بيبص على الزيرو كأنها هي ال negative بتاع ال variable. يعني لو عندي لو شفت variable واخد زيرو فده معناه إن ال variable ده ال negative بتاع ال variable، يعني ده النيجاتيف بتاع الاكس او النيجاتيف بتاع الواي او النيجاتيف بتاع الزد. لكن لو شفت فاريبل واخد فاليو بواحد فده معناه ان دي القيمه او الترو فاليو بتاعت الفاريبل، يعني القيمه الحقيقيه بتاعت الفاريبل، فهو ما بحطلوش كومبلمنت ساعتها. وده اللي احنا قلناه هنا بالظبط. طيب دول اساميهم ايه؟ بسميهم حاجه زي بسميهم ام سمول 0 ام سمول 1 ام سمول 2 ام سمول 3 لغايه ام سمول 7. بس خد بالك من حاجه، هما بيتسموا ده الرمز بتاعهم ام، وفي عندنا جنبهم رقم اللي هو 0 1 2 3 4. بس الارقام دي جت منين؟ هتلاقي ان الرقم انا بحط بمثل المين تيرم عباره عن ايه؟ بمثله عباره عن ام سمول وجنبه رقم، جنبه رقم 0 او 1 او 2 او 3. طب الرقم ده هو عباره عن ايه؟ خد بالك انا بقول لك هنا اهو، الرقم ده هو الديسيمال ايكويفالنت، هو الديسيمال نمبر اللي الايكويفالنت ليه المين تيرمز كورسبوندينج باينري كومبينيشن. هو الديسيمال نمبر اللي يقابل الباينري كومبينيشن بتاع المين تيرم. طب الباينري كومبينيشن بتاع المين تيرم ده ايه؟ 0 0 0 0 صح؟ طب ايه الديسيمال ايكويفالنت بتاعه؟ 0. طب خلينا نشوف ده 1 0 0 ده الايه؟ ده الباينري كومبينيشن بتاع المين تيرم ده صح؟ المين تيرم اللي هو اسمه زد سوري اسمه اكس اند نيجاتيف واي اند نيجاتيف زد. مين فين الباينري كومبينيشن بتاعه؟ اهو قدامه 1 0 0. طب ايه بقى الديسيمال ايكويفالنت بتاع الباينري ده؟ ده هتلاقيه ب 4، ده تقريبا 4، عشان كده هتلاقيني حاطط هنا ايه 4. فالاي دي اللي احنا بنحطها جنب الرقم اللي جنب الام، كل المين تيرمز بيتمثلوا بسمول ام وبتحط جنبهم رقم. الرقم ده هو عباره عن الديسيمال فاليو بتاع
ال corresponding binary combination بتاع المين تيرم ده. يعني بشوف المين تيرم ده ايه الباينري كومبينيشن قدامه، بلاقي الباينري كومبينيشن حاجه زي كده، بحول ده للديسيمال، حولته لديسيمال بحطه هنا. طيب الرقم ده فين؟ فين الام سبعة؟ الام ده او الزد، الزد سوري الاكس واي زد، فين ايه الباينري، ايه الباينري كومبينيشن بتاعه؟ الباينري كومبينيشن عباره عن تلات وحايد. طب تلات وحايد دول لما احولهم لديسيمال يطلع كام؟ يطلع سبعه، يبقى بحط ام سبعه. الرقم ده الاكس، ده الاكس بار نيجاتيف اكس اند واي اند نيجاتيف زد، ايه الباينري كومبينيشن بتاعه؟ 0 1 0، ده الباينري كومبينيشن بتاعه. طب لو حولت الباينري كومبينيشن ده لديسيمال يطلع كام؟ يطلع 2، فبسمي المين تيرم ده بسميه ام 2. فاسماء المين تيرمز هي عباره عن دايما المين تيرمز تاخد دايما حرف واحد اللي هو ام سمول وجنبه رقم، الرقم ده انا بشوف الباينري كومبينيشن بتاع المين تيرم ده ايه واحوله لديسيمال واحطه جنب جنب الكاركتر ام بتاعي. طيب ده كان المين تيرم. خلينا نتكلم عن الكونسبت الثاني اللي هو الماكس تيرم. احنا قلنا المين تيرم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اند تيرمز. طيب الماكس تيرم هو العكس، هو عباره عن اور تيرمز. يعني ايه اور تيرمز؟ فيها كل الفاريبل اما بتمثل بترو فاليو او بالكومبلمنت فاليو. بنفس الطريقه دلوقتي احنا قلنا عندي، لو عندي فاريبل اي اند بي اند سي، فبمثل بعمل لهم اند، بعمل اند الثلاثه دول مع بعض ويبقى ده هو المين تيرم بتاعي. بنفس الطريقه الماكس تيرم هو نفس الكلام بس بدل اند هو اور. فخد بالك الماكس تيرم هي اور تيرمز فيها كل الفاريبل اما متمثله بالترو او الكومبلمنت فورم، فبدل ما اعمل اند بعمل اور. فعشان كده بنسمي الماكس تيرم بنسميها سم. ليه؟ لان فاكرين لما قلنا الاور هي شبه السميشن؟ ليه؟ لانها عباره عن لوجيكال اور اوبريشن. فالماكس تيرم ساعات يا اما بنسميها اور تيرمز او ساعات بنسميها سم تيرمز. ليه؟ لانها بتعمل لوجيكال اور اوبريشن. خد بالك بقى من النقطه دي لانها مهمه جدا. فاكرين هناك لما كنا بنتكلم عن المين تيرمز قلنا المين تيرمز لو شافت لوجيك 0، لو شافت اللوجيك رقم 0 او لو شافت فاريبل واخد 0، فبتعتبر ال 0 ده كانه هو ايه؟ كانه هو الكومبلمنت بتاع الفاريبل. يعني لو لقيت ان الـ A واخد 0 فبتعتبر ان الـ A، بتعتبر ان الكيس دي الـ A هي عباره عن A بار. ليه؟ لان هي بتعتبر اللوجيك 0 as a complement as the complement form of the variable. هنا العكس، هنا لو شافت 0 بتعتبر ان ده الدايركت فورم بتاع الفاريبل. يعني لو شافت ان variable A واخد 0 فده معناه ان هو ده الترو فاليو بتاع الـ A، ده مش الكومبلمنت فاليو بتاعه الـ A. ولو لقت ان الفاريبل واخد لوجيك 1 فده معناه ان ده الكومبلمنت فاليو بتاعت الفاريبل ده. يعني لو لقيت ان الاي واخد واحد فبحط الاي بتساوي اي داش. خد بالك من حاجه هنا عكس الثانيه، هناك كنا بنقول ان اللوجيك 0 بيمثل الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل. يعني لو فاريبل واخد فاليو 0 فده الكومبلمنت فورم بتاعه، لكن والواحد هو ده الدايركت فورم بتاع الفاريبل. هنا العكس، هنا 0 ده الدايركت فورم بتاع الفاريبل. لو شافت variable واخد value 0 فده معناه ده الدايركت فورم بتاع الفاريبل. لو لقيت variable واخد logic 1 فده معناه الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل. فعكس الثانيه. يبقى الاختلاف ما بين المين تيرمز والماكس تيرمز حاجتين، المين تيرمز هي عباره عن اند تيرمز، الماكس تيرم عباره عن اور تيرمز. هناك اند وهنا اور. ثاني حاجه الماكس المين تيرمز بتعتبر اللوجيك 0، المين تيرمز الاند بتعتبر ان اللوجيك 0 هو عباره عن الكومبلمنت فورم اوف ذا فاريبل، هو عباره عن النيجاتيف بتاع الفاريبل، واللوجيك 1 هو الفاريبل نفسه. هنا لا، الماكس تيرم تعتبر اللوجيك 0 هو عباره عن الدايركت فورم او الترو فورم بتاع الفاريبل، واللوجيك 1 هو الايه؟ واللوجيك 1 هو الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل. فدول الاختلافين الرئيسيين ما بين المين تيرمز والماكس تيرمز. طيب نفس الفاريبلز عندي x and y and z ونفس الكومباينيشن، وقلت لك هات لي بقى الماكس تيرمز بتوع دول الكومباينيشن دول بنفس الكلام، بس instead of and هنعمل or. فهنعمل هنا ايه؟ or operation. فلو عايز امثل الاول رو ده عايز اجيب الماكس تيرم بتاعه، هيعمل ايه؟ خد بالك من حاجه بقى، هنا الx دي زمان او لما بتاخد 0 كنا بنعملها ايه؟ كنا بنعتبرها x بار او x داش او نيجاتيف x. لكن هنا قلنا ايه؟ قلنا اللوجيك 0 هو عباره عن دايركت فورم،
فلو لقينا 0 هنا فده معناه انه ده الاكس، لو لقينا 1 ده معناه انه النيجاتيف اكس. فهنا ايه؟ هنا اكس معمول لها ايه؟ معمول لها بلس، لان احنا بنعمل اور، خد بالك اور او سم، فبنعمل بلس واي بلس زد، فيبقى عندي الفورم ده. فده اسمه الماكس تيرم، ده اسمه الماكس تيرم بتاع اول رو، هو ده الماكس تيرم بتاع اول رو. ليه دي مش اكس داش؟ لان الفرق ما بين المين تيرمز والماكس تيرمز ان الماكس تيرمز بتعتبر اللوجيك 0 هو عباره عن الدايركت فورم بتاع الفاريبل، واللوجيك 1 هو الكومبلمنت فورم بتاع الفاريبل. فعشان كده هنا حاطط الدايركت فورم مش حاطط نيجاتيف. طيب لو عايز اجيب الرو اللي بعد كده 0 0 1 فعباره عن ايه؟ الزيرو دي هتبقى برضو اكس عادي دايركت فورم، الواي دي معمول لها اور مع الواي، الواي ده برضو الدايركت فورم، ومعمول لها اور مع النيجاتيف زد. ليه؟ لان شفت واحد هنا فواحد ده بيمثل نيجاتيف بتاع الفاريبل، فاكس بلس واي او اور واي اور نوت زد او زد داش او زد بار، كل دول نفس المعنى، يعني النيجاتيف بتاع الرقم او بتاع الفاريبل. طيب التالت رو عبارة عن x معمول لها or مع ال y او ال negative y، لان عندي واحد هنا فده معناه negative y، معمول لها or مع ال z، ف x معمول لها or مع ال negative y، معمول لها or مع ال z. طيب اخر التالت رابع رو تاني x لانها 0 معمول لها or مع ال negative y او ال y dash او ال y bar، معمول لها or مع ال negative z، يعني x اور مع واي داش وبعد كده اور مع الزد داش. طيب الرول بعد كده هو عبارة عن واحد او الاكس دي يعني نيجاتيف اكس معمول لها اور مع الواي لانها دي زيرو فدي الواي، معمول لها اور مع الزد لان دي زيرو فدي زد. طيب الرول بعد كده الاكس واحد ده معناه ان هي نيجاتيف اكس، والزيرو معمول لها اور مع الواي لان الواي بزيرو، معمول لها اور مع النيجاتيف زد لان الزد بواحد، فنيجاتيف اكس اور واي اور نيجاتيف زد. بعد كده نيجاتيف اكس لانه واحد اور نيجاتيف واي لانه واحد اور نيجاتيف اور الترو فاليو بتاع الزد على طول، واخر واحد لان كلهم واحد فنيجاتيف اكس مع نيجاتيف واي اور نيجاتيف واي or negative z. فدول كل ال possible max term الموجودين لما يبقى عندي 3 variable x y z. لو اديتك لو قلت لك ايه هما كل ال possible max terms بتاع x and y and z او بتاع 3 variables هما دول. لو اديتك 4 variable يبقى هتعمل كولوم رابع وتعمل وهيبقى فيه component رابع هنا. طيب دول بسميهم ايه؟ فدول بسميهم هناك كنت فاكر بسميهم ايه؟ كنت بسميهم m small، هنا بسميهم m capital. فعندي اول واحد بسميه m0 m1 m2 لغايه m7 او على حسب عندي كام رو. طيب في نفس الطريقه نفس الكلام هنا بمثلهم ب m بس capital letter وفي رقم جنبهم، الرقم ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ال decimal representation بتاع الباينري كومبينيشن بتاع الماكس تيرم ده. فلو تاكل الماكس تيرم اللي هو ده x plus negative y plus negative z، ايه هو الباينري كومبينيشن بتاعه؟ ان الباينري كومبينيشن 0 1 1. طيب 0 1 1 ده اجيبه ازاي بالديسيمال؟ ده بتساوي 3 بالديسيمال. فلو عايز اقول لك ايه اسم الترم ده اسمه m capital m and 3، فالتلاته دي عباره عن ايه؟ التلاته دي هي عباره عن الديسيمال نمبر بتاع الباينري كومبينيشن بتاع الماكس ترم ده. يعني الماكس ترم ده ايه الباينري كومبينيشن بتاعه؟ احوله ديسيمال هو ده الفاليو هنا. الماكس تيرم ده ايه الباينري كومبينيشن بتاعه؟ 1 0 0. طيب ده الماكس ده الباينري كومبينيشن بتاع الماكس تيرم ده صح؟ طيب حول لي ده لديسيمال يطلع كام؟ يطلع 6. فاسم الماكس تيرم ده عباره عن كابيتال ام و6. فالسته دي او الخمسه دي او الاربعه دي هي عباره عن الديسيمال فاليو بتاعه الباينري كومبينيشن بتاع الماكس تيرم. بشوف ايه الباينري كومبينيشن بتاع الماكس تيرم واحوله لديسيمال. فدول فدول التو ديفينيشن بتوع المين تيرمز والماكس تيرمز. طيب خلينا نتكلم عن كونسبت تاني برضه ريليتد للماكس تيرم والمين تيرم اسمه كانونيكال فورمز.
طيب ايه هو الكانونيكال فورم ده؟ الكانونيكال فورم ده هو طريقه بقدر امثل بيها البوليان فانكشن بتاعتي. ففي نوعين من الكانونيكال فورم، في نوع اسمه كانونيكال سم اوف برودكت، ونوع تاني اسمه كانونيكال برودكت اوف سم. فده طريقه اقدر امثل بيها البوليان فانكشن بتاعتي. احنا قلنا البوليان فانكشن ممكن تمثل بطرق كتير، منهم اللوجيك الالجبريتك فورم، منهم السيركت لوجيك او اللوجيك سيركت، منهم التروث تيبل، ومنهم بقى النوع الثالث اللي هو اسمه كانونيكال فورم. فعندي نوعين من الكانونيكال فورم دول، واحد اسمه سم اوف برودكت، سم اوف برودكت، وده عباره عن ايه؟ عباره عن السميشن بتاع كل المين تيرمز. السم اوف برودكت ده هو عباره عن السميشن بتاع كل المين تيرمز. والنوع الثاني اسمه برودكت اوف سم، وده عباره عن ايه؟ ده عباره عن البرودكت بتاع كل الماكس تيرم. يعني لو اديتك بوليان فانكشن وقلت لك هات لي الكانونيكال سم اوف برودكت، فانت ده معناها هتعمل ايه؟ هتجيب كل المين تيرمز بتاع الفانكشن دي وتجمعهم مع بعض، فده اسمه كانونيكال سم اوف برودكت. لو قلت لك هات لي كانونيكال برودكت اوف سم، فده معناه ان انت هتجيب كل الماكس تيرم بتوع الايكويشن دي وتضربهم في بعض. فالكانونيكال فورم هو عباره عن طريقه بقدر امثل بيها البوليان فانكشن. وفي نوعين من الكانونيكال فورم ده، في نوع اسمه كانونيكال سم اوف برودكت، وهو ده عباره عن السميشن او مجموع كل المين تيرمز بتاعه البوليان فانكشن دي، مجموع كل المين تيرمز بتاع البوليان فانكشن دي. ونوع تاني اسمه كانونيكال برودكت اوف سم، وده عباره عن حاصل ضرب كل الماكس تيرم بتاع البوليان فانكشن دي. هتجيب كل الماكس تيرم بتاع البوليان فانكشن دي وتضربهم مع بعض، اسمه برودكت اوف ماكس تيرم. طيب ازاي طيب انا ازاي اجيب المين تيرمز او الماكس تيرم بتاع بوليان فانكشن؟ يعني اللي احنا خدناه قبل كده ده المين تيرمز والماكس تيرم. لو اديتك ثلاثه فاريبل اكس واي وزد، فهات لي كل المين تيرمز والماكس تيرمز بتوعهم. طب اصلا لو انا مديك بوليان فانكشن زي الايكويشن اللي احنا خدناها من اول محاضره، ازاي اجيب المين تيرم والماكس تيرم بتاع الايكويشن؟ طيب مش انا عندي تروث تيبل مش انا عندي تروث تيبل للبوليان فانكشن دي؟ طيب بص في التروث تيبل، ايه الـ فين الروز اللي فيها الفانكشن بتطلع واحد؟ هما دول المين تيرمز. يعني عشان تجيب المين تيرمز بتاع بوليان فانكشن، بص على التروث تيبل بتاعها، تمام؟ شوف بقى الفانكشن اخر كولوم خالص، اخر كولوم خالص دايما بيمثل الاوتبوت فانكشن، صح؟ اخر كولوم خالص في التروث تيبل دايما بيمثل الاوتبوت فانكشن. طيب بص على اخر كولوم خالص ده، فين الوحيد؟ فين الروز اللي بتطلع واحد؟ فالروز اللي فيها الفانكشن الاف اوف الفانكشن بتاعتي بتساوي واحد، الروز اللي فيها الفانكشن بتاعتي بتساوي واحد، هي دي اللي اسمها الروز اللي فيها مين تيرمز. يعني الروز اللي فيها الفانكشن بتطلع واحد هي دي الروز اللي فيها مين تيرمز، والروز اللي فيها الفانكشن بتطلع زيرو دي اسمها ماكس تيرمز. فلو عايز اجيب المين تيرمز او الماكس تيرمز بتاع بوليان فانكشن، بجيب اول حاجه التروث تيبل بتاعها. جبت التروث تيبل، اخر كولوم عندي فيه ايه؟ اخر كولوم عندي دايما فيه الاوتبوت فانكشن. طيب في الاوتبوت فانكشن دي شوف ايه الروز اللي فيها الاوتبوت فانكشن بواحد، تمام؟ لقيت الروز دي، يبقى الرو ده هو اللي بيمثل المين تيرم. طيب لو لقيت لو طب عايز تجيب الماكس تيرم، طب ايه الروز الاوتبوت فانكشن بتطلعها زيرو؟ الروز اللي فيها اوتبوت فانكشن بزيرو دي الروز اللي بتمثل الماكس تيرم. طب خلينا نشوف اكزامبل، يعني نفس الايكويشن دي اللي احنا خدناها من اول المحاضره، اللي هي a not معمول لها سوري a and not b معمول لها or مع b and c معمول لها or مع c. طب عملنا جبنا التروث تيبل بتاعها، صح؟ طب لو سالتك سؤال ايه هي الكانونيكال سم اوف برودكت، قلت لك هات لي الكانونيكال سم اوف برودكتس والكانونيكال برودكت اوف سمز، او الواحده سم اوف برودكت او اس او بي، دي معناها ايه؟ معناها مين تيرمز. خد بالك سم في الاول ده معناها انه ده معناها انه سميشن بتاع المين تيرمز، برودكت اوف سم معناها multiplication او product of max terms. طيب اجيب دول ازاي؟ دي التروث تيبل اللي احنا جبناها قبل كده. بنبص على ايه؟ بنبص على اخر رو اخر كولوم خلاص اللي هو الاف. خلينا نشيل الكولومز اللي في الميدل دي اللي في النص دي عشان ما نتلخبطش، بنبص على اخر كولوم خلاص، هيبقى بالمنظر ده. طيب اخر كولوم خلاص عايز اجيب ال sum of product او ال sum of sum of product او ال sum of min terms، يبقى بص على الروز اللي في اخر كولوم اللي فيها وحيد. فعندي ايه؟ عندي الرو الثاني ده، وعندي رو ده، وعندي رو ده والرو ده والاخر رو. فالروز دي اللي فيها الفانكشن بتساوي واحد، الروز دي هي اللي بتمثل المين تيرمز.
طب لو قلت لك اكتب لي المين تيرم بتاع الرو ده هتكتبه ازاي؟ هنبص على الانبوت. احنا قلنا ان المين تيرم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اند تيرم، تيرم في اند لكل الفاريبل بتوعي، سواء الفاريبل ده كان كومبلمنت او كان ترو فاليو. طيب يعني ده معناه ان انا عايز اعمل اند هنا لمين؟ للفاريبلز بتوعي، الانبوت فاريبلز بتوعي A and B and C. طيب اعمل اند لكل التلاته دول مع بعض. طب هعمل لهم اند ازاي؟ هل هي دي A ولا نيجاتيف A؟ هل هي دي B ولا نيجاتيف B؟ افتكر بقى تاني، احنا قلنا انه قلنا ان الاند تيرم او المين تيرمز بتفترض الزيرو لما تشوف لوجيك زيرو، فده معناه ان ده الكومبلمنت بتاع الفاريبل، ولما تشوف لوجيك 1 فده معناه الترو فاليو بتاع الفاريبل. طيب قبل ما نمثل الروز دي، خلينا نشوف ده ام رقم كام. احنا كنا عارفين ان المين تيرمز هو عباره عن ام سمول ليتر ورقم بعديه، فده ام رقم كام؟ احنا قلنا الرقم اللي بعديه ده هو الديسيمال بتاع الباينري فاريبل اللي قدامه، فده لو ده واحد ده 001، فده الباينري الديسيمال بتاع ده الرقم ده كام؟ واحد. طيب الديسيمال بتاع 011 هو عباره عن 3، فده اسمه ام 3. الديسيمال بتاع 100 هو عباره عن 4، فده اسمه ام 4. 101 5، فده معناه ام 5. واخر واحد 111، ده الديسيمال بتاع 111 هو 7، فده ام 7. فدول المين تيرمز بتوعي، ام 1 ام 3 ام 4 ام 5 ام 7. طيب عايز امثلهم بقى بالانبوت، عايز امثلهم ب A او B او C. هعمل كده ازاي؟ زي ما اتفقنا 0 لوجيك 0 ده معناه ان الكومبلمنت بتاع الرقم في المين تيرمز ده، بس في المين تيرمز. واللوجيك 1 ده معناه ان ده الترو فاليو بتاعت الرقم. طيب الكومبلمنت بتاع الرقم 0. طيب اقعد امثل ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن، خد بالك الحروف دي عشان هي مين تيرمز معمول ما بينها ايه؟ معمول ما بينها اند. طيب فالزيرو دي هي عباره عن كومبلمنت، الكومبلمنت بتاع الايه؟ او الاي داش او النيجاتيف ايه. البي دي هي عباره عن نيجاتيف بي، فاي او نيجاتيف ايه معمول لها اند مع نيجاتيف بي، معمول لها اند مع سي. ليه؟ لان سي بواحد هنا اهو. طيب الرقم اللي بعد كده، وده اللي هو ام، ده اللي هو ام 1. ام 3 معمول لها اللي هو ايه؟ النيجاتيف بتاع الاي لانه زيرو، فالنيجاتيف ايه معمول لها اند مع البي لانه واحد، معمول لها اند مع السي لانه بواحد. طب الام 4 هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاي، الترو فاليو بتاع الاي معمول لها اند مع النيجاتيف بتاع البي، معمول لها اند مع النيجاتيف بتاع السي. اي نيجاتيف بي نيجاتيف سي. رقم 5 او الام 5 هو عباره عن الاي معمول لها اند مع النيجاتيف بي، معمول لها اند مع السي. فاي نيجاتيف بي سي. واخر واحد خالص بان كلهم واحد، فهو A معمول لها اند مع B، معمول لها اند مع C، فهو A B and C. فدول هم اللي بسميهم المين تيرمز بتوع الفانكشن اللي اسمها الفانكشن بتاعه دي اللي احنا شايفينها هنا. فلو قلت لك هات لي المين تيرمز هم دول. طب هل هو ده المين تيرمز؟ دول المين تيرمز بتاع الفانكشنز دي، الفانكشن دي جبتهم ازاي؟ بصيت على اخر، بعد ما جبت التروث تيبل هبص على اخر كولوم في التروث تيبل، هو الكولوم بتاع الاوتبوت فانكشن، واشوف كل الروز اللي فيها وحايد، ويبقى دول المين تيرمز بتوعي، واجيبهم بالطريقه دي. طب دول المين تيرمز هل هم دول الكانونيكال سام اوف برودكت؟ لا، احنا قلنا دول الكانونيكال سام اوف برودكت هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن السميشن بتاع المين تيرم، يعني لازم السم دول مع بعض في الاخر. يبقى دول المين تيرمز السميشن بتاعهم هو اللي اسمه كانونيكال سام اوف برودكتس. فهجمع دول مع بعض. قلنا النوت بتتمثل يا اما بالداش دي، يا اما بالداش اللي موجوده هنا دي، نوت A and نوت B and C plus نوت A and B and C plus A نوت B and نوت C. بحط الارقام دي هنا على طول، فالرقم ده هو هنا A and نوت B and C، واخر واحد plus A نوت and C and B and C. فده على بعض كده ده اسمه الكانونيكال سام اوف برودكت. يا اما اكتبه بالطريقه دي بجمع المين تيرمز كلهم مع بعض، يا اما بجمع المين تيرمز كلهم مع بعض واحطها بالطريقه دي، او بمثلها بالاسم الفاريبل نفسه او اسم المين تيرم نفسه ام 1 ام 3. فلو بمثلها باسم الفاريبل نفسه بعملها ازاي؟ سميشن اوف الاسماء المين تيرمز بتوعي، فام 1 ام 3 ام 4 ام 5 وام 7.
فالاثنين فاهم، لو قلت لك هات لي كانونيكال سم اوف برودكت هتجيب لي الطريقتين دول. اول حاجه بتعمل سميشن لكل المين تيرمز، يا اما دي طريقه اهي، يا اما بتعمل سميشن لاسماء المين تيرمز زي ما M1 M3 M4 M5 وM7. فدول الاثنين هما الكانونيكال سم اوف برودكت. طيب احنا كنا عايزين حاجتين، عايزين اول حاجه اللي هي الكانونيكال سم اوف برودكت، والكانونيكال برودكت اوف سم العكس بقى، يعني هي برودكت اوف سم. فقلنا برودكت اوف سم هي عباره عن ايه؟ قلنا برودكت اوف سم هي عباره عن البرودكت بتاع كل الماكس تيرم، حاصل ضرب كل الماكس تيرم. فعايزين نجيب الماكس تيرم بقى. طيب نفس الايكويشن عايزين نجيب لها الماكس تيرم. قلنا الماكس تيرم بنعمل ايه؟ بدل ما نبص على الزيروز، بدل ما نبص على الواحد بنبص على الزيروز في اخر كولوم. طيب ايه الزيروز في اخر كولوم؟ عندي اول واحد زيرو، وعندي الكولوم رقم الرو رقم 3 بزيرو، وعندي اخر او قبل الاخير بزيرو. فدول الثري روز دول هم اللي بيمثلوا الماكس تيرم. طيب هم ايه؟ هم عباره عن نفس الكلام ام، بس هنا ام كابيتال مش ام سمول، والرقم اللي كان بالام ده هو عباره عن ديسيمال فاليو بتاع الباينري اللي قدامه. فده ام زيرو اللي هو عباره عن ايه؟ اول واحد. خد بالك بقى من حاجه، خد بالك من حاجه، احنا قلنا في الماكس تيرم اللوجيك 0 بيمثل الدايركت فورم بتاع الرقم بتاع الفاريبل، يعني لوجيك 0 هو الفاريبل نفسه، ولوجيك 1 هو الكومبلمنت بتاعه، ده عكس المين تيرمز. فالاي دي عشان واخده 0 هنا فهتبقى عباره عن اي، لكن لو هي واخده 1 هتبقى عباره عن كومبلمنت اي او نيجاتيف اي. فعشان يمثل اول ماكس تيرم هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاي، عشان هنا ماكس تيرم فبنعمل اور الاور البي لان البي برضه بزيرو، اور السي لان السي بزيرو. طب لو عايز امثل تاني واحد، تاني ماكس تيرم ده، اولا هو عباره عن ماكس تيرم رقم كام؟ هنحول الرقم ده لديسيمال، فالرقم ده بالديسيمال عباره عن 2، فده ماكس او ام 2 ماكس تيرم رقم 2. وازاي بمثله؟ الاي هي الدايركت فورم، فاي معمول لها اور مع النيجاتيف بي، معمول لها اور مع النيجاتيف بي لان البي هنا بواحد، معمول لها اور مع السي، فتبقى عباره عن اي اور نيجاتيف بي اور نيجاتيف سي. طيب اخر واحد خالص ده كام؟ ام رقم كام؟ حول الرقم ده للديسيمال، الرقم ده للديسيمال هيطلع رقم 6، فده ام 6. بمثله ازاي؟ الواحد دي نيجاتيف، فعباره عن اي نيجاتيف معمول لها اور مع نيجاتيف بي عشان واحد برضو، ومعمول لها اور مع السي لانها بزيرو. فدول التلاتة ماكس تيرم بتوعي، دول كل ده الماكس تيرم بتاع كل الماكس تيرم بتوع الايكويشن دي. طيب هل كده انا جبت الكانونيكال برودكت اوف سم؟ لا، انا جبت كل الماكس تيرم. عشان اجيب الكانونيكال برودكت اوف سم محتاج اعمل ايه؟ محتاج اضرب كل دول في بعض. محتاج اضرب كل دول في بعض، فاعملها ازاي؟ هعملها مالتيبليكيشن عادي جدا اهو. اول تيرم بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ بلس بي بلس سي او اي اور بي اور سي، ده كل ده اول كومبوننت، اعمل له ايه؟ مالتيبليكيشن اهو، اعمل له مالتيبليكيشن مع تاني كومبوننت اللي هو اي اور بي داش اور سي اهو، ده تاني كومبوننت، اعمل له مالتيبليكيشن مع تالت كومبوننت اللي هو ايه؟ نيجاتيف اي، نيجاتيف اي بلس او اور نيجاتيف بي اور نيجاتيف سي. فدول كلهم معمول لهم مالتيبليكيشن مع بعض، وهو ده اللي في الاخر بسميه كانونيكال برودكت اوف سم. كل ده في الاخر بسميه ايه؟ بسميه كانونيكال برودكت اوف سم. طيب ممكن امثله بطريقه ثانيه؟ اه ممكن امثله بطريقه ثانيه اللي هي ايه؟ اللي هي اسماء الماكس تيرم اللي هي M0 M2 M3. بدل ما امثل المين تيرمز نفسه ممكن امثله باسماء المين تيرمز، بس هنا هعمل ايه؟ هنا هعمل برودكت، هتبقى حاجه عامله زي كده. الباي دي هي البرودكت، الباي دي هي البرودكت، برودكت بتاع ال M0 وال M2 وال M6، 0 و2 و6. فدول لما اقول لك هات لي الكانونيكال برودكت سم هتجيب لي ال 2 فورمز دول بس. فدول دي كل الطرق اللي اقدر امثل بيها البوليان فانكشن بتاعي، يا اما من خلال الجبريتك فورم اللي هو الطريقه الاولانيه خالص اللي هي الطريقه دي، ابقى اديك ايكويشن زي دي، او من خلال التروث تيبل هديك ايكويشنز دي وانت تحولها لتروث تيبل، او الطريقه اللي بعد كده اللي هي لوجيك سيركت هديك برضو ايكويشن زي دي وانت تجيب لي اللوجيك سيركت بتاعتها، او الطريقه الاخيره اللي هي
يا اما تجيب الكانونيكال برودكت اوف سم او الكانونيكال سم اوف برودكت. وعشان تجيب الاثنين دول محتاج تجيب المين تيرمز والماكس تيرمز. طب دي كل الطرق اللي اقدر امثل بيهم البوليان فانكشن. خلينا نبدا نبص على شويه اكزامبلز ازاي. هديك شويه اكزامبل ونحاول ما بين الطرق دي. خلينا نبص على الاكزامبلز دي.